يا صباح الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المحشي بقى وجمال الكرنب، مش قادره اقول لكم ورق الكرنب النهارده. لو قدام الكرنبتين زي بتوعي كده هتخلصيهم في اقل من نص ساعه. بص يا جماعه، هنتعب يوم واحد وهنستريح طول الشهر. بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم اللهم الله اكبر بجد على كميه الكرنب اللي انا عملتها قدامكم دي، بجد في منتهى الجمال والحلاوه، وتتخزن معاكي وتطلع معاكي اكنك لسه سلقاه دلوقتي حالا، بطريقه سهله وبسيطه، والطعم بقى بيطلع احلى كمان من اللي انت لسه عاملاه. يلا ندخل على الفيديو، ان شاء الله اللي هيعجبكم جدا وتطلعوا منه مستفيدين. قبل ما نبدا، لو اول مره بتشوفوني، الاشتراك يا جماعه واللايك لو الفيديو عجبكم. ايه رايكم في شكل الكرنب؟ طب بذمتك كده ايه رايك؟ استاهل اللايك؟ انا عارفه. اول حاجه يا بنات، انا معايا كرنبتين كده بسم الله ما شاء الله، حجمهم كبير جدا، حجمهم زي ما انت شايفه كده اهو، اللهم بارك، كده كانوا حلوين جدا جدا. عايزه اقول لكم ان نازله كده بالليل انا واختي بنتمشى كده، وقلنا نروح نجيب فاكهه للعيال، وبسم الله ما شاء الله لقينا ست يعني كده قاعده فبتباع كرنب. يعني كان بالليل متاخر تقريبا، كان الساعه 9 ولا حاجه، والجو كان ساقع جدا بصراحه، فانا ما كنتش عايزه صراحه خالص كرنب، بس لما لقيتها قاعده كده قلت حرام، طب انا هروح ايه يعني استفاد وافيتها في نفس الوقت، فاهمين قصدي؟ لقيت بسم الله ما شاء الله معاها كرنبتين، مش قادره اقول لكم على جمالهم وحلاوتهم. شايفين الجمال؟ انا جبت اتنين واختي جابت اتنين، وعايزه اقول لكم كمان انا جبت الواحده ب 10 جنيه بس، بجد عايزه اقول لكم حرفيا الواحده تاخد تقريبا كيلو ونص رز. انا كده قورتها بالسكينه زي ما انت شفتيها بكل سهوله كده وبكل حاجه، تمام كده؟ حله بقى اكبر حله عندك كده اهوت في المطبخ، يا ريت بقى لو حله كبيره تحطيها كده اهوت مكفيه، تبقى حاجه حلوه قوي. انا الحله برده كانت ضيقه زي ما انت شايفه كده اهوت، فاحاول ان انا الفها يمين وشمال بحيث ان انا اعرف اسلك الورق زي ما انتوا شايفين كده اهوت. وبعد ما اسلكه هبدا ان انا انزله بالراحه جدا في الميه زي ما انتوا شايفين كده، ماشي؟ واهم حاجه خطوه حلوه جدا في الميه، تضيفي معلقه ملح، واهم حاجه معلقه السكر. معلقه السكر يا بنات الماده الحافظه بتاعه الكرنب، لما تحطيها في الفريزر تيجي تطلعيها اكنك لسه عاملاه، مش مجلد ومش واخد اي طعم ولا اي ريحه ولا اي حاجه، اللهم بارك كده. واهم حاجه هي غلوه واحده بس وتطلعي، حتى لو انت حاسه ان هو لا ده لسه فاضل له شويه كده ما تقلقيش خالص، عشان لما يجي يطلع معاكي برده من الفريزر يبقى حلو قوي كده اكنك فعلا لسه عاملاه، تمام؟ زي ما انت شايفه كده اللهم بارك، غلوه واحده واقوم مطلعاه. هقول لك بقى على سر، لو قدامك فعلا كرنبتين هتخلصيهم في اقل من ربع ساعه، مش نص ساعه كمان، اللهم بارك كده. شايفين الورقه كانت قد ايه؟ نحاول بقى نفرد الورق الكبير اللي قد بعضه كده اهوت فوق بعضه زي ما انت شايفه كده. هقول لك النهارده على فكره حلوه جدا جدا، ماشي؟ زي ما انتم شايفين كده اللهم بارك، انا فردت ثلاث ورقات كده على نفس الحجم، كل ورقه يا جماعه على قد الورقه اللي تحتيها، تمام؟ هاجي بالسكينه كده اهوت بالراحه خالص، هشيل العروق دي ملهاش اي لازمه زي ما انتم شايفين كده اهوت، هركنها كده ونبدا بقى كده ايه، تبداي ان انت بعينك كده تقسمي الورقه على ثلاثه على اربعه على حسب الصباع اللي انت عايزاه. شفتي؟ في منتهى السهوله وفي منتهى الجمال زي ما انت شايفه كده اهوت، الله اكبر، تمام كده. هلف بقى كده اهوت زي ما انتوا شايفين كده اهوت بنفس الشكل كده، وتيجي بقى تقطعيها على قد الصباع بتاعك. بصي الجمال، طب بصي الحلاوه، بجد عايزه اقول لكم ورقيه ورقيه. وخلي بالك يا ست البنات، خلي دايما اللي في الطرف الاخيره دي صغيره شويه بحيث ان هي بتبقى مقسومه اتنين، فاهمه قصدي؟ يعني انت كده كده انا هوريكي دلوقتي ده اللي في النص بيطلع مظبوط جدا ما شاء الله كده اهوت، تمام كده. واللي في الطرف ده برده بيطلع منه يعني حتت برده كويسه جدا، ماشي؟ بيبقى كمان ورقه خفيف كده وحلو جدا. ده بقى اخر حته، تمام؟ لما بتفرديها كده بتشوفها ما شاء الله، بصوا يا جماعه تعمل صباعين او ثلاثه كمان زي ما انتم شايفين كده اهوت، برده هسويها كده فوق بعض وبالسكينه، وهقوم فاتحاها بالنص كده. يعني دايما خلي بالك ان الحته اللي هي بتبقى الاخيره كده اللي داخله لجوه في الكرنبايه دي بتبقى مقسومه على زي ما انتوا شايفين كده. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه، ما خدش معانا وقت بجد والله العظيم. انا عايزه اقول لكم ان انا عملت الكرنبتين وانا واقفه كده اللهم بارك، ما خدش اي وقت. بصوا يا بنات بقى، دي بقى الكرنبايه اللي هي ايه يعني الورق اللي بيبقى اللي جوه شويه صغير زي ما انت شايفه كده اهوت، كل اتنين برده فوق بعض بس يكونوا نفس الحجم زي ما انت شايفه. انا بصي هنا عملت ايه، انا اتاكدت ان انا الحته اللي هي بتبقى لجوه دي قطعتها حتت صغيره كده اهوت، عشان انا عارفه ان انا ايه لما اجي افردها هيطلع صباع معايا حلو جدا، وتيجي لو الطرف متبهدل معاكي ولا حاجه قطعيه كده هو حاجه بسيطه خالص وفي منتهى الجمال والحلاوه، اللهم بارك. انا عارفه ان انت هتاكلي وتدعي لي. وايه رايكم بقى في الجمال؟ شايفين الكميه يا بنات؟ اهم حاجه بقى تيجي في التخزين عندك مثلا الاكياس بتاعه الثلاجه، تفردي كده على قد الاكله اللي انت هتعمليها، تمام؟ مش اكتر من كده، اللهم بارك. انا عايزه اقول لكم تقريبا ان سطر كده يعمل نص حله، بجد تطلعوا معايا كميه ما شاء الله كده جبر الخواطر على الله. يعني انا جبرت بخاطر الست الغلبانه اللي كانت قاعده في الساعه، وفي نفس الوقت ربنا يعني ايه